السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العربي. اليوم انا موقع مميز وسهل جدا للربح من مشاهده الفيديوهات. طبعا اصدقائي الموقع بيدفع على محفظه الباير بحد ادنى للسحب 1 دولار فقط لا غير، وهذا شيء كثير كويس مثل ما لاحظين اصدقائي. هاي اثباتات السحب من داخل الموقع مثل ما كنتم ملاحظين، هذا اثبات السحب ب 3 دولار 1 دولار 1.5 كمان، يعني شايفين اصدقائي كلها بعيد، يعني تم الدفع. طبعا هدول وضع البيندينج، الدفع دائما بيتم خلال 24 ساعه من طلب السحب. مثل ما لاحظين اصدقائي 19 شهر لسه مو دافع، لكن 18 دافع اغلبيتهم، ال 17 دافع طبعا كلهم 16. في صفحات عديده شايفين اصدقائي في مجموعه كبيره من الدفعات داخل الموقع، رح نكسب منه ان شاء الله بشكل سهل جدا. طيب يلا ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء تسجيل هذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل، راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا هنيك مباشره انا ما بستخدم اي روابط مختصره، بتفتح معك هي الصفحه اخي الكريم، بتروح على كلمه ريجستر وبتعبي بياناتك. طبعا اخي الكريم بتحط هون اسم مستخدم خاص فيك، بتحط الايميل، بتاكد الايميل، بتحط باسورد، ارقام وحروف مثل ما كانوا ملاحظين، بتاكد الباسورد. طبعا بتختار انت شاب ولا صبيه، بتختار البلد انت منه، اختاره بشكل صحيح اخي الكريم، بتحل كباتشا، وبعدها على كلمة ريجستر بيكون صار عندك حساب. طبعا الموقع رح يبعث لك رسالة تأكيد على البريد انت سجلت فيه، ممكن تلاقيه بالبريد العشوائي، لكن اجتني انا بالبريد النظامي اخي الكريم. لازم تفعل حسابك او تضغط على اللينك الموجود بهي الرسالة قبل ما تقدر تسجل دخول على الموقع. ما بيسمح لك الموقع تسجل دخول قبل ما تأكد حسابك، تأكد حسابك تروح بعدها على كلمة لوجن وتسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل، بتجمع شيء اسمه كوين، وهي الكوينز بيعطي قيمتها بالدولار. تمام اخي الكريم، طيب انا منين بدي اجمع هاي الكوين؟ في عندنا طريقتين، اول وحده شايفين اصدقائي ايرن كوين، بروح على كلمه واتش فيديوز. طبعا الطريقه الثانيه هي تعمل سبسكرايب للقنوات. طبعا اخي الكريم الطريقه الثانيه ممكن يكون شوي بتعذب، وإلى طريقه وانا ما بفضلها، ما بعطي مثلا الاي بي اي الخاص في لاي حد. تمام اخي الكريم، فراح اشتغل على الطريقه الاولى. طبعا حاول انت تعمل ايميل يعني او قناه لهي الشغلات لهي القصص، مشان يعني ما تستخدم قناتك الاساسيه لهذا الموضوع. تروح على كلمه واتش فيديوز. تمام اخي الكريم، طبعا بيطلع لك هاي المجموعه من الفيديوهات، مثلا كل فيديو ب 30 كوين. تمام اخي الكريم، طبعا بدك تشاهده لغايه 300 ثانيه تقريبا، طبعا في منهم اقل من هيك. مثلا هذا 12 كوين شايفين اصدقائي، بروح بضغط عليه 12 كوين مثلا، بروح على كلمه واتش بضغط عليه. مثلا هذا الفيديو بتشاهده بتاخذ 120، يعني 120 ثانيه بتاخذ عليهم 12 كوين. بتروح على كلمه بلاي، طبعا انا ما راح شغلها مشان طبعا بتعرفوا انتم بصير عندنا مشاكل على اليوتيوب. بتشغل هذا وبتنطر لحتى ينتظروا او حتى ينتهوا ال 120 ثانيه، وبتكسب قيمه هذا الفيديو. تمام اخي الكريم، طبعا الطريقه الثانيه اللي قلنا عنها هي يوتيوب سبسكرايب. طبعا لازم تضيف الاي بي اي، طبعا فيك تشوف هدول القصص لحتى يقول لك كيف تاخذ الاي بي اي الخاص فيك، لكن انا ما ممكن اضيف اي بي اي اي قناه حتى لو كانت وهميه. طبعا بحس انه فيها مشاكل، بصير عليها شوي قصص ومشاكل وخطر. فانت بتجيب الاي بي اي الخاص فيك بتحطهم، بتروح على كلمه اد كي في حال انت حابب. طبعا اخي الكريم طبعا بصير فيك كمان تكسب عن طريق انك تشترك بالمواقع. الطريقه الثانيه للربح اخي كريم هي كلمه ريفرال او رابط الاحاله، بتضغط عليه هيك. طبعا هذا رابط الاحاله الخاص فيه، انا باخذ كوبي بيست لاصدقائي اللي استفادوا من هذا الموقع. انت اخي كريم معمول نفس الشيء، طبعا رابط الاحاله بيعطيك 10%، ما لهم سيئين وما لهم جيدين كثير، لكن هو شيء متوسط وممكن تكسب منه. طبعا الموقع بيدفع بشكل كويس. كمان في عندك هاي البنرات ممكن تاخذها تحطها بال مثلا عندك مدونه، عندك موقع ممكن تحدها تساعدك لحتى تزيد يعني المشتركين عندك او الريفرال اللي عندك، لحتى كمان تكسب من الموقع بشكل افضل. طبعا اخي الكريم بس انت توصل ل 1 دولار. تمام اخي الكريم، يعني قيمتهم بالكوين توصل ل 1 دولار، تروح على كلمه ويذدرو الماني، تضغط عليها هيك. طبعا بيقول لك شايفين اصدقائي سيلكت ميثود، تختار باير مثلا 1 دولار بيطلعوا 4500 نقطه مثل ما قلنا. شايفين اصدقائي بيطلعوا تقريبا 4550 نقطة، طلعوا 1 دولار يعني سنت تقريبا. بتحط رابط محفظتك الباير هون، بتوافق على الكباتشا، بتحل الكباتشا عفوا، بتروح على كلمة ريكويست، بتطلب. طبعا السحب بيوصل خلال 24 ساعة بشكل عام، إلا أيام العطلة يمكن يضل 48 ساعة، لكن بشكل عام بيوصل السحب. مثل ما شفناكم إثباتات السحب، أول شيء شباب أصدقائي من كلمة مور بروف أوف بيمنت، مثل ما كنتم ملاحظين بيتم السحب دائما بشكل جيد من هذا الموقع وما بيتأخر أبدا. في النهاية لا تنسوا إخواني إذا ما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.